بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم جميعا. النهاردة الكبسولة الثانية وهي بعنوان إنذار على يد محضر. أنت بتكتب الإنذار وبتروح لقلم المحضرين عند الباش محضر يقدر لك رسوم الإنذار، بتروح الخزنة تدفعه وتسلمه تاني لقلم المحضرين عشان ينفذه أو يعلنه للخصم اللي أنت بتعلنه له. المعلومات دي أنا بقولها للمواطن العادي وبقولها للمحامي، ولكن يفضل ان اللي يكتب الانذار المحامي، لان الخطأ في كلمة واحدة في الانذار بتحملك لقضيتك وبتحملك لحقوقك. الانذار ده قد يكون موجه منك لخصمك وقد يكون موجه من خصمك لك. موجه منك لخصمك اذا كان انذار بالتنبيه بسداد قيمة ايجارية متأخرة، او انذار بسداد دين ايجاري، او دين بتاع كمبيالة، او دين بتاع ريع. كل الانواع المديونيات اللي عند خصمك من حقك انك تنذره بسدادها اللي هو اعذاره بالسداد، وبيكون ايه، بتنذره على يد محضر وبتحدد له معاد في الانذار. لو تجاوز المعاد وما سددش بترفع دعواك، ولذلك أهمية الإنذار أنه هو دائما مقدمة لرفع دعوة قضائية أمام القضاء. وعشان كده بقول خلي محاميك اللي يكتبه عشان خاطر هيترتب عليه الحكم في الدعوة، قد تخسر دعواك لخطأ في الإنذار. وكذلك قد يكون الإنذار موجه العكس من خصمك لك، يعني وجه بإيه، أو إذا كنت أنت المدين يبقى أنت بتوجه لخصمك إيه، بتعمل إنذار بعرض القيمة اللي أنت مطالب بها في الميعاد القانوني أو الميعاد اللي هو مفروض أنك تسدد فيه. بتعمل إنذار بالعرض، يا إما إنذار بعرض قيمة دين كمبيالة، يا إما إنذار بعرض قيمة إيجارية متأخرة، يا إما إنذار بالنفقة برضو المتأخرة. بتعمل إنذار العرض، ولكن حذاري في إنذار العرض أنك تخلي المبلغ المعروض يتخصم منه رسوم قضائية أو يتخصم منه رسم إيداع خزينة المحكمة. لا، انت تعرض فلوسك كاملة وتدفع انت الرسوم القضائية ورسوم الايداع من معاك، عشان المبلغ اللي يروح لخصمك يبقى هو ده المبلغ الدين كاملا، يبقى مبرئ للذمة. لو المبلغ اتخصم منه رسم الايداع ورسم التنفيذ ما بقاش مبرئ للذمة، واصبحت ذمتك مشغولة بالمبلغ اللي كلفك به خصمك انت ما سددتهاش لان العرض ناقص. ودي جزئية مهمة جدا وخطيرة، وكثير من قليل الخبرة بيقعوا في المشكلة دي ويتفاجئ ان خصمه يدفع بهذا الدفع امام المحكمة ويخسر دعواه بصدد الانذار، وان الانذار غير مبرر للذمة. يبقى عندنا نوعين من الانذار، من الانذار، يا اما انذار موجه منك لخصمك بالتكليف، يا انذار موجه من خصمك بعرض المبلغ اللي انت بتكلفه به. ودائما زي ما قلت بتبين على الانذار، يا اما دعوة طرد مستعجلة في الايجار بتكلفه بالايجار في خلال المدة القانونية، لو عدت المدة بترفع بموجب الانذار، يا دعوة طرد مستعجلة اذا كانت شروط الاستعجال متوفرة حسب ما شرحنا للاستعجال قبل كده، يا اما بترفع دعوة طرد موضوعية او دعوة اخلة حسب الاحوال. وكذلك في دعوة الريع لابد ان يعد المدة القانونية عشان ترفع الدعوة الريع بعد فوات المدة القانونية المحددة في الانذار. وكذلك في كل الاحوال اللي بيشترط فيها القانون تحديد مدة للاعذار فيها، لاعذار خصمك فيها للوفاء بالدين المستحق لديه، يبقى بتستنى لما المدة دي تعدل في الانذار وبترفع الدعوة بعد فوات المدة. يبقى انت كده انذارك اذا كان انذار تكليف منك يبقى سليم، واذا كان انذار عرض يبقى سليم. واهم حاجة في انذار العرض زي ما انا بأكدها تاني ان يكون مبرئ للذمة، كامل المبلغ اللي انت مكلف بيه، ما يتخصمش منه اي مصاريف او تكاليف تبقى على عبئك انت مش على عبء صاحب الدين، يبقى المبلغ غير مبرئ للذمة. وبعيد تاني ان المهم جدا الانذار، لان دائما هو مقدمة لرفع دعوة قضائية، فخلي محاميك اللي يكتبه، بلاش انت تكتب الانذار بايدك عشان اي خطأ في الانذار هيمسكه عليك خصمك ويدفع بيه قدام المحكمة ويبقى دفع قانوني وتخسر دعواك
عشان انت بتوفر انك تخلي محاميك يكتب الانذار. الانذار من ضمن الشغل المحامي هيعمله وهو اللي يكتبه افضل، لان هو اللي هأسس عليه الدعوة. اعزائي، مهم جدا الكبسولة انها تكون وصلت وتكونوا فهمتوها بالصورة اللي احنا شرحناها، وهي للمواطن قبل المحامي. الثقافة القانونية هامة للجميع. تحياتي اليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.